السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليد ان شاء الله راح نديروا طمينة الفارينة بمناسبة المولد النبوي الشريف، يعني نحيي كل الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية خاصة. نقول لكم يعني كل عام وانتم بألف خير. طمينة الفارينة يعني يطلبوها بزاف مني، اليوم راح نديروها بطريقة بسيطة وسهلة. واش راح نحتاجو؟ أول شيء راح نحتاجو 2 كيسان تاع الفارينة، نص كاس تاع حليب غبرة، نص كاس تاع الجوجلان، ونص كاس كاوكاو ولا لوز ولا اي مكسرات حبيتيها اللي كانت عندك في الدار ديريها. نبداو بالطريقه مباشره. هنا عندي المقله درتها تسخن، ندير هذيك الفارينه نحمصها اللي هي 2 كيسان. اذا نبدا نخلط غير بالعقل في المقله حتى تاخذ لون ذهبي. كي تبداي تحمصي في الفارينه حتى تلاحظي انه حد شكل كرات، ما يهمش لانه هذاك الرطوبه اللي في الفرينه تبدا تخرج. اذا هنا راهي تحمصت لي الفرينه، طفي عليها. اذا ونغرب لها مباشره هكذا باش نحو هذيك الكور هذوك يتكونوا لنا. وهذوك الكور نهبطوهم بالمغرفه بهذه الطريقة حتى كملوها كامل الفارينة تاعنا. إذا في نفس المقلة نحمص حليب غبرة، فقط الحليب غبرة بلاكو بالخط تحمص لأنها حلوة. دائما يجوني يعني تعاليق أنه خطأ تحمصي الحليب غبرة، لكن حنا نديرو الطريقة التقليدية. إذا راح بالخفت تحمص الحليب غبرة، يعني شوفوا لازم النار تكون قليلة، المقله ما تكونش سخونه بزاف باش ما تحرقناش حليب غبره تاعنا. يعني شوفوا مام دقيقه معايا، يعني نص كاس حاجه قليله، ولا عملتوا كميه اكبر حاذري فقط. ريحتها ما شاء الله كي تكون تتحمص. اذا هنا راهي واجده، نطفي عليها ونزيد هي ثاني نغرب لها فوق الفرينه، يعني كلش مع بعض. ودائما بالمغرفة راح تساعدك باش تهبطي كلشي. وفي نفس المقلة نزيد نحمص هذاك الجنجان. الجنجان ساهل في التحماص تاعو، لكن الكاوكاو ولا اللوز لازم نحمصهم في الكوشة. ونعاود نرجعو مع بعض فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا داك الجنجان واللوز اللي محمصين راح نطحنهم مع بعض، يعني مادا بينا طحنهم يعني رطبين. اذا هنا بعد ما طحنتهم ها هو الخليط تاعنا، اذا نفرغه مع الباقي تاع الفرينه اللي كنا كامل طحناهم. بعد واش ندير؟ نخليهم يبردوا على حالهم بهذه الطريقه. اذا نخلطهم مليح، نخليهم يبردوا مليح. في هذه المرحله تقدري تخبيهم، يعني وقت حبيتي تروني الطمينة تاعك جبدي وتروني فقط. هنا الخليط تاع الطمينة تاعنا راه واجد. اذا نخلوه يبرد، نعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. بعدنا بردت لي مليح هذيك الطمينة تاعي، ها هي معانا هنا. هنا واش راح نحتاج لهاد الكمية اللي درتها؟ راح نحتاج 2 مغارف كبار تاع لا مارغارين طرية بهذه الطريقة، 2 مغارف كبار معمرين مليح. راح نحتاج العسيلة، يعني قد ما تلملك واش عندك الطمينة تاعك. التزيين راح نستعمل القرفة، وهاد الحلويات هادو راهم متواجدين في الأسواق، يعني حسب الرغبة كل وحدة تزين باش حبت الطمينة تاعها. واش ندير؟ هاد الكمية تاع المكارين ولا الزبدة، ندير لها شوية تاع العسيلة. العسيلة اللي تبع لازم تكون تقيلة، ما نديرو ولا إضافات. راح ندير هاد الكمية ونشوف إلا احتجت الطمينة تاعي أكثر راح نزيدو العسل فقط، ولكن ما نزيدش الزبدة. راح نذوب هاد الكمية ونرجع لكم. بعد ما ذوبت الزبدة والعسل تاعي نديرها كاملة على الطمينة، يعني بلا ما يغلي يدوبو فقط. وهنا إلا خصني الخليط واش نزيدو؟ نزيدو العسيلة فقط، ما نزيدوش الزبدة، لأنو الزبدة رانا دايرين الكمية اللي تكفي. ندير هنا نزيد نذوب العسل وندير فقط. هنا ردوا بالكم متجروهاش بزاف، لأنو كيما نعرفو الفارينة ما تشربش، ماشي كيما السميد. إذا نزيد نذوب نسخن شوية تاع العسل ونبقى نزيد في العسل غير بشوية
يعني هنا من وقتاش نقول لكم يعني شحال بالضبط العسل، ونبقى نخلط حتى تحصلي على القوام اللي راكي حباته. فقط هنا عندي واحد الملاحظه، كاين هاد الطمينه كاين اللي يزيدوا لها الحمص اللي يديروا به الكرنطيطه، يحمصوه بنفس الطريقه اللي حمصت به الفارينه، ويضيفوا الطمينه تاعهم، تجي روعه يعني تجي صحيه، تجي فيها كامل. كاين يزيدوا لها الحلو الترك، لكن بما انه فيها الججلان يعني نفس الذوق، يعني وعلاش نروحو نزيدو حلوة الترك نخليها للتزيين بهذه الطريقه. نخلطو، ها هي الطمينه تاعنا. هنا راح نكتفي، ما راناش راح نزيد، فقط راح نديرها هنا في اطباق فرديه. اذا نديرها في طبق اطباق فرديه وتسقم لها الوجه تاعها فقط، راح تجينا سهله. تقدري ما تسقميها بيدك عادي، راح تجيك سهله في العمليه بهذه الطريقه فقط، ما تجروهاش بزاف. نعاود لكم ماهيش كيما تاع السميد. اذا هنا التزيين يبقى اختياري، مثلا ندير الحكم القرفه، ندير على شكل اعواد، يعني نخدم على شكل زهور، يعني كل واحد والذوق تاعو في هذه المرحله. راح نزين، يعني نسيي كيفاش نزين بالحلوه. هنا فقط في الوسط درت الفضيه، وفي الاطراف ندير ورده، لكن ندير نفس الاحجار. نبدا باش تخرج لنا ورده شابه بهذه الطريقه، نكمل نزين الحلوه الطمينه تاعي. اذا الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي طمينه الفارينه هي معنا. نعاود لكم المعلومه فقط، تقدروا تزيدوا الحمص مطحون اللي نديروا به الكرنطيطه، فقط حمصيها كما حمصنا الفارينه وغربليها، وكملي الطريقه بنفس المراحل. اذا ها هي، انا فقط زينت على شكل ورود، درت في الطرف شويه حلوه الترك، والتزيين يبقى اختياري وحسب الموجود عندك. اذا ها هي الطمينه تاع نهار اليوم، تجي بنينه، تجي رطبه، تجي روعه. نتمنى انكم تجربوها، كل عام وانتم بخير، وكل عام نجربوا نجيبوا لكم وصفات احسن ونزيدوا نطوروا فيهم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. بلا ما ننسى نهدي هذه الشمعه الى كل متتبعيني وكل المشتركين اللي تبعوا ام والد، والى اللقاء.